انا جاي وجايب وصفه، جهزوا لي كنكه ومصفه. اصل الوصفه تصبح اصفى لو احسبها قبل ما انام. حد يقول لي طبخين ايه ومين بسلامته سعاده البيت؟ انا ساكن هنا وحداني، نفسي بطاجن وصواني. وسع يا ابني انت وهو، جالكوا بروفيسير الطبخات. احنا رجاله العماره كل شويه بنعمل غاره، هو المطبخ كله بيطبخ، الموضوع محتاج لاداره، محتاج لاداره. ايوه الحمد لله كده، انا اطلعت على كل مذكرات الواد كرم. انا قلت لك الاستاذ كرم ما تقولش الواد، ها، وعرفت هو بيحب ايه وبيقرا ايه، والف بركه ان هو ايه اترجى في الشغل، ولازم اعمل له احلى سربرايز، مفاجاه كبيره. وعزمت له عز اصحابه طارق عشان يجي يشاركنا معاه الليله دي، وعرفت بيحب ايه في الاكل ويكره ايه. يا ثروه ما تقوليش بقى، ما تقوليش يا دكتور ناجح. ما تقوليش يا جماعه، الشنطه بتاعتي فين؟ بقى فيها المذكرات بتاع يا ثروه. نعم. انت ايه اللي انت الشنطه دي جبتها منين؟ انا شنطه، الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه ما ايه اللي فين؟ ايه ده باينه، انت حاططها كانك بتسوق عربيه دي. يا بتاعتك. يا سلام. طب ايه اللي جابها هنا؟ هات يا ثروه، هات هات، عشان ده عيب. اوعى ثروه، الحاجات دي بتاعتي الخاصة، تاخدها كده ينفع كده يا ثروت؟ أنا ما خدتهاش، أنا لقيتها هنا. إيه اللي لقيتها هنا؟ ده حاجات تطلع على مذكراتي وحاجاتي، أنت بتهرج. ما طلعتش على حاجة، هي اللي جت وقالت لي وأنا شلتها لك معايا. لا عيب 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 قوي اللي أنت بتعمله ده، وأنا زعلان منك. أنا كمان زعلان منك. إيه 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 يا جماعة؟ إيه هو أنا كل ما أخش ألاقيكم بتتخانقوا، وكل ما أخش ألاقيكم ماسكين في خناقة بعض؟ مش أسلوب ده يا جماعة. حضرنا يا دكتور ناجح. أحضرك إيه؟ حضرني أنت، مش لاقي النضارة. لا ما هي. فين؟ يا دكتور على القميص اهي. الله يا اخي يا اخي، مش تنبهني من بدري؟ في ده جسمك. أيوة. انت مش جسم انا يا دكتور. بتخانقوا ليه؟ بتخانقوا ليه؟ ينفع دكتور ناجح؟ ينفع طبعا. يا الاقي الشنطه معاه وفيها مذكرات وفيها حاجات واكيد اطلع عليها، ده ينفع؟ ده اسلوب؟ لا عيب. ده قله ذوق يا دكتور ناجح. قله ذوق طبعا، عيب يا ثروت. مع احترامي لسانك يا عم ثروت، بس ده عيب. عيب. ايوه صح صح. إيه؟ عيب عيب. طبعا. وقلت له؟ ما قلت له. قلت له ايه؟ اكدت عليه؟ لا لا لا، اكدت على ال طارق. نعم. طارق مين؟ طارق مين؟ انت سمعت طارق؟ لا ده يا ولد، انا بقول مضيق جبل حموده. مضيق جبل طارق. ينفع كده يا دكتور ناجح؟ ما كانش العشم. ما كانش العشم ايه؟ ولا الغدم. خلاص يا كرم، احنا بنعتذر لك، انما ثروت غلطان في اللي عمله. خلاص ظبطت كل حاجه؟ كل حاجه. كلمت طارق؟ بحب الشوكولاته. ظبط بقى، مش عايزين بقى الكلام، انما الاسلوب ده ما ينفعش. انك تمد ايدك على حاجته وتفتح المذكرات ونعرف انه اترقى في الشغل وما قلناش. ايه؟ اترقيت في الشغل وما قلتلناش باين؟ قال لنا؟ بقى. انت قلت لنا؟ ينفع كده يا دكتور؟ انا؟ انت؟ ده اللي تزوق يا دكتور. اخص عليك يا ثروت. عيب يا ثروت. ليه تخبي علينا؟ تقرا مذكراته وحاجاته الخاصه الشخصيه؟ طب احنا صايمين، هات لنا حاجه حلوه ناكلها بمناسبه ال. مبروك يا كرم. مبروك يا كرمال. انا زعلان، الله يبارك فيك يا دكتور، بس انا زعلان. بس المفروض كنت قلت لنا عشان نفرح بيك. اقول يا دكتور، ما لحقت معيب. لحقت معيب؟ ايه لحقت معيب ده؟ سؤال يعني عيب ان سؤال. اهلا. طروقه. هو ده هو ده. انت ازيك يا طارق؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه انت؟ الحمد لله. الاخبار الحمد لله، كله تمام، كله بخير. انت ثروت؟ ايوه انا ثروت. ثروت ايه يا بابا؟ ثروت ده عيبة، دي اسم ثروت، ده ثروت. ثروت ايوه، ما هو قال انا ثروت في التليفون. ايوه. الف مبروك يا عم. يا جماعه هو وشه كده بس. جميل. هو يعني الف مبروك يا عم. ده انا فرحت لك من قلب قلبي. ايه فرق؟ انا فرحت لك من قلب قلبي قوي ان انت ترقيت بقى. امال لو اترفدت هيبقى شكلك ازاي يا؟ لا ده انا زعل خالص، هزعل خالص طبعا، شايف الراجل. لكن انا فرحت لك من قلبي. بشوش بشوش جدا. بشوش جدا ده بشوش. ايوه عليه بشاشه 59 بوصه. يا قلت له ان انا الدكتور ناجي عرفته بقيمتي المعمليه الفازه. بقول لك يا استاذ طارق. انا دكتور ناجح. ايوه صح، ما كان في صوت كده زعق جنبه. احنا متشكرين لحضورك عشان نحتفل. انا كرم ده اخويا. كرم ده اخويا كده، اخوك عشان كرم ده اخويا كده. بقول لك ايه، احنا فرحانين قوي عشان انت اترجيت، وربنا يجعلها اخر الافراح. ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ يعني خلاص. طيب استاذ كرم، جميل اصدقائك اخواتك. نعمل لك شوكولاته، تورته بالشوكولاته. نفطر. انت كمان عرفت ان انا بحب التورته بالشوكولاته؟ ايه رايك؟ كل المذكرات مكتوبه، بس ليه كاتب عننا كلام يكاد يكون مش لطيف؟
عموما هو نحل ازمتنا مع بعضينا ونفطر استاذ طارق البشوش. ايوه معانا حبيبي. ده انا بجد انا بجد انا مبسوط لك قوي يا كرم. مبسوط لك قوي. قول قول كده رمضان مبارك. رمضان مبارك. مش هينفع. رمضان مبارك. احنا رجال العمارة كل شوية بنعمل غارة جوه المطبخ كله بيطبخ. الموضوع محتاج لإدارة محتاج لإدارة. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ العمارة. النهاردة كان الفطار فراخ فقلنا نعمل حاجة نحل بيها بعد الفطار. هنعمل تورتايه بالشوكولاتة. ماشي عم زروة؟ هنعمل تورته. اه يعني في التورته ضابط شرطة. الله عليك عم زروة. خلي بالك كمان التورتايه دي علشان باشمهندس كرم اترقى في الشغل كمان. طبعا. طب الحمد لله. طب المكونات بتاعتنا عندنا نص كيلو دقيق والكاكاو يا عم كاكاو. عم زروة فاكر جبت لك كاكاو النهارده. إيه. عندنا شوكولاته خام مبشوره وعندنا كريز بتاع الحلويات مش الفريش وعندنا فانيليا. عندنا سبع بيضات يعني بتتماشى مع كميه الدقيق. لو زودنا دقيق هنزود البيض. وعندنا بيكنج باودر وعندنا معلقه خل وعندنا هنا الفانيليا اللي هنعمل بيها الكريم. اول حاجه هنجيب العجان بتاعنا وهننزل بالدقيق واحده كده من الجنب اهو. نزلنا بكميه الدقيق الفانيليا. طيب الدقيق ده اسمه دقيق سبونج. سبونج ده بيبقى فيه كل المكونات اللي احنا محتاجينها في التورتايه بتاعتنا او في العجينه بتاعتنا. فيها مواد رفع فيها سكر عشان كده انا ما قلتش فيه سكر لان هو فيه سكر فيه كل حاجه احنا محتاجينها. تمام. دقيق ايه اسمه؟ سبونج. سبونج بوب. سبونج سبونج بوب. هننزل بالبيض واحده ما شاء الله. سبع بيضات ما شاء الله. معايا يا دكتور؟ مع حضرتك طبعا. معايا. طب هنحط معلقه بيكنج باودر واحده بس دي اضافه من عندي لكن هو الدقيق مش محتاج. ومعلقه الخل. تمام. وهنقفل ونقفل بالراحه بالراحه. معلش بسهم. معلش عندي دي معلش يا دكتور هيعمل لنا مشاكل في السطوح. هنخلط الدقيق او المكونات بتاعتنا بتاخد 10 دقائق في العجن بتاعنا. تمام. هنسيبها كده مع نفسها. سيبها مع نفسها علشان ميه تدوب كده واحده والمكونات تخش في بعض. يعني بدل ما تقلبها يا ثروت نحط بالمعلقه من اللي هو مع حضرتك. هنحط معلقه زيت بس مش اكتر عشان نحط ميه. وهنجيب الصينيه بتاعتنا هنعمل ايه فيها؟ هندهنها زيت من تحت من الاحراف كده اهون. ليه بقى هنحط ورق زبده فعايزين حاجه تمسك ورق الزبده. يعني احنا لازم نحط ورق زبده. طبعا عشان وانت بتطلع يعني واحنا في البيت بنطلع العجينه او بنطلع التورتايه بعد ما استوت نقدر نطلعها بسهوله ما تبقاش حته لزقت مثلا حته احمرت جامد. لا ورق الزبده بيحميها من الكلام ده. فاهم يا ثروت؟ كنا نحط عم ثروت فاهم ولا ايه؟ تصدق انت كلامك منطقي. اسهل. حط غيره وكلها بقى عشان تلزق. ايوه طلع الفطيره حتت. هي فطيره ولا كيكه؟ كيكه. طيب انت تحط ميه سخنه؟ هنحط ميه مش سخنه هنحط ميه دافيه فتره يعني كوبايه او نص كوبايه على حسب كميه الدقيق وحسب امتصاص الدقيق للميه بتاعتنا. فهننزل كده نص كوبايه. وهنجيب ورق الزبده. انهي ورق؟ طبعا انت فاهم طبعا ورق الزبده. بنجيبه من اي محل حلويات او من اي مكتبه هنلاقي ورق الزبده. هنقصها بالشكل ده دايره على حسب المقاس اللي عندنا سواء بقى الصينيه بتاعتنا 26 27 هنحطها كده اهون. ورق زبده من اللي هو انت جايبه. تعالى كده عم ثروت. يلا يا ثروت قوم يا ثروت عشان ده انت اللي عامل له الحفله. يلا بص يا عم ثروت والجناب ورد ورق الزبده اهون. شايف بتلزق ازاي الناحيه الثانيه.
معايا يا عم ثروت؟ سيبها براحتها. شايف؟ تعالى بص كده. ايه رايك؟ 10 دقايق هنسيبها في العجان بتاعنا ونحطها في الصينيه، نولع الفرن طبعا لازم طالما عملنا معجنات او كيك او اي حاجه لازم نولع الفرن بحيث ان هو يسخن لما ندخل الحاجه بتاعتنا، سواء بنعمل فطير بنعمل طرب بنعمل اي حاجه لازم الفرن يبقى سخن. احنا هنحطها على درجه حراره 220. انا هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. طيب نعمل الكريمه. نعمل الكريمه على ما ال 10 دقايق عدوا. اتفضل. ده كريم باودر او كريمه باودر، في بالسكر وفي من غير سكر. انا جايب بالسكر عشان تدي طعم معانا حلو، لكن لو جبنا من غير سكر لازم نزود لها سكر باودر. حطينا الكريمه. خد. شكرا يا عم ساره. هنجيب ميه، اهم حاجه تبقى ساقعه او بتلج، وهنحط شويه ميه صغيرين. ارفع ايدك فوق يا ثروت. حاسب وشك يا ثروت. تعال يا عم ثروت. بص 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 الكريمه، بص المايه الساقعه بتخلي الكريمه تبقى ماسكه ما تبقاش سايله. وبعد ما نعمل الطريقه دي او المرحله دي لازم الكريمه تخش الثلاجه لمده ساعه بحيث ان هي تمسك اكتر واقدر استخدمها بسهوله. تمام. شوف الفيشه يا عم ثروت، حطها كويس. ايوه خليك ماسكها يا عم ثروت. ننزل شوية تاني بشوية مية. إيه الله ينور عليك يا ثروت. الله ينور عليك يا عم ثروت. الله ينور عليك. كل ما نحس إن هي تقلت معانا نزودها شوية مية، بس أهم حاجة المية تبقى ساعة أو متلجة. أنا الدوشة اللي موجودة هنا دي مدياني شعور إن عايز أشغل الخلاط معاكم. لا 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 لا. شغل الخلاط. هتوصل للدرجات. يعني شوف كل الماشين شغالة. احنا اسفين يا عم ابراهيم هنوطي الدوشه، احنا اسفين جدا معلش. بنجهز الفطار. كل سنه وانت طيب. سنه وانت طيب يا حبيبي. بعد الفطار هعمل لك درسك. حاضر. شكر. شكرا. اتفضل. اهي خلاص قربنا. عم ابراهيم ده صاحبي من الثمانينات. طيب ده السمك بتاع الكريمه. اهم حاجه واحنا بنطلع المضرب بتاعنا تبقى ماسكه كده، نتاكد كده ان احنا ماشيين صح. تمام هنخليها دلوقتي على جنب، هنغطيها بستريتش وتخش التلاجة. قلنا ساعة تشد أو تمسك نفسها. لو هنعمل التورتة تاني يوم يبقى نسيبها في التلاجة ممكن ليلة كاملة تشد أكتر، ده هيساعدنا واحنا بنستخدمها. نقفل على العجان. خلاص كده كفاية. نقول له شكرا. كتر خيرة. أيوه نرفع. امسك كده يا عم ثروت. فك دي الأول. أهم. ها هتغطوها؟ تعال انا جاي. انت جاهز لي؟ هتغطوها؟ والله يعني انا مش عارف اقول لك. لا لا وانت فاكرني كرم. طب استنى ننزل بس الكريمه دي. يلا عشان هنحتاجها. اوعى تطيري، اوعى تطيري مني. خد يا عم ثروت. اشكرك. طب هنغطيها وندخلها الثلاجه يا دكتور. ماشي ماشي ماشي. حط بس ال هنصب دلوقتي العجينه بتاعتنا او الكيكه. اهم حاجه واحنا بنعمل المراحل دي الفرن يبقى سخن. شفتوا انا قطعت ازاي؟ مش تبوظوها ونلاقي الرول باظ ونجيبه على غيره. هندخلها الفرن لمده من تلت ساعه نص ساعه. اهم حاجه ان احنا نتابعها علشان ما تنشفش. اهم حاجه نتابعها عشان ما تنشفش. تمام هندخلها. طبعا محسن الكيك والبيض وكل ده هيعلي الكيكه معانا. افتح يا عم ثروت. كمان يا عم ثروت. شكرا يا عم ثروت. كده دخلناها. نولع الفرن. نعليه قصدي. هنعليه على درجة حرارة 200 وهنسيبه. تعالى يا عم ثروت. هنروح لمراسلنا كلاوي ونرجع تاني.
احنا رجال جن عمارة كل شوية بنعمل غارة جوه المطبخ كله بيطبخ الموضوع محتاج لإدارة محتاج لإدارة إدارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتوا مستغربين تقولوا في ايه، انت فرحان وسعيد المرة دي ليه؟ بس انا عندي احتفال. احتفال؟ ايوه احتفال. بايه؟ بالتورتة. ما هي التورتة كده بتاعت احتفالات، كلنا بناكلها وهناكلها وبنحبها وهنفضل نحبها لانها حلوة بصراحة. في مننا اللي بيحبها بالشوكولاتة، وفي اللي بيحبها بالفانيليا، وفي كيكة البرتقال. يا سلام. بس خلينا نركز، احنا موضوعنا النهاردة هو التورتة، والحكاية ببساطة، مش ببساطة قوي يعني، ها بسيطة بالنسبة لي بس بالنسبة لكم محتاجين وقت عشان تستوعبوها. الموضوع ان زمان في بلاد بعيدة جدا كان في تور، تور غبي كل يوم يخرج يجري ورا الناس والناس تخاف منه ويدوس عليهم ويموتهم، والناس مرعوبة مش عارفة تعمل ايه، لحد ما في يوم التور ده اختفى خالص، اختفى فجأة. عدى يوم والتاني والتالت والدنيا مليانة هدوء من غير ما حد يموت ولا يحصل له حاجة. الناس خرجت الشوارع فرحت، ابتدوا يفرحوا واحتفلوا مع بعض، راحوا عاملين تورتة كيكة يعني كده وزينوها بشكل جميل جدا، وكانوا فرحانين قوي وقعدوا ياكلوا مع بعض. وبعدين قالوا خلاص شكله كده التور تاه ومشي بعيد، فالكيكة الحلوة المتزينة دي بقى اسمها تور تاه، على اسم التور اللي تاه. اتعلمتوا المعلومة؟ فهمتوها كويس؟ المرة الجاية هطلب منكم فلوس عشان المعلومات دي مش ببلاش. ما تنسوش انكم تقعدوا كل يوم تستنوا مستر كلاوي قبل الشيف ما يدخل على طول، وانا هروح ادور على التور اللي تاه. احنا رجال جن عمارة كل شوية بنعمل غارة جوه المطبخ كله بيطبخ الموضوع محتاج لإدارة محتاج لإدارة. رجعنا بعد الفاصل وسمعنا طبعا استاذ كلاوي قال ايه النهارده على التورته بتاعتنا. ايه رايك يا دكتور؟ انا مبسوط. لا انا مش مبسوط يا سيدي بصراحه. انا مش مبسوط. ننسى الكلام اللي قاله، خلاص احنا طلعنا العجينه او السبونج بتاعنا من الفرن، قسمنا التورتايه ممكن نقسمها ثلاثة ممكن نقسمها اثنين زي ما احنا حابين، قسمناها بسكينه بس تبقى طويله ومشرشره تمام. اول ما نطلعها نسيبها في الثلاجه تبرد مثلا 5 ساعات بحيث ان احنا واحنا بنستخدمها نعرف نستخدمها. وهنجيب صينيه على مقاس التورته او طبق زي ما احنا حابين، بحيث ان احنا ايه هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. نجيب بس الكريمه بتاعتنا. كريمه فوق، انا فوق نقلتها بعد اذنك بعد ما حطيتها تحت. ماشي. نقلتها فوق، خد لي بالك. انت كريمه هي مش عايز تشوف يا دكتور هنعمل ايه؟ نعم يا حبيبي اشوف. تعال اشوف. مش عارف رجليا مش شايلاني، حاسس ان صاحي بقالي 3 ايام مش عارف. بجد؟ طبعا. طيب هنعمل ايه؟ احنا هنجيب الصينيه طبعا نتاكد ان هي نظيفه، هنحط حته كريمه تحت. ماشي ثروت اتابع انت عشان انا رجليا تحس ان اعصاب رجلي كده. ماشي يا عم ثروت معايا. جميل جميل. وهنجيب طبقه كيكه نحطها تحت. انا حطيت الكريمه دي تحت ليه؟ عشان تمسك الكيكه بتاعتي او التورته ما تتزحلقش وانا بفنشها. حطينا. حلو. نجيب بعد كده الكريمه اهي اهي. حلو يا عم ثروت. مش صابون ده يا ثروت؟ ها هنفرق. لا كريمه اهو. نخليها كده في النص عشان ايه الناس تشوفها كويس. ماشي هنفرد. ممكن نفرد كده اهو اهو كده كده بمسطرين البنا ده. ايوه ممكن نعمل حاجه تانية بقى اسهل، نرفعها على ايدينا ناخد كده اهو كده. صح زي سكينه المعجون معروف. دكتور مع حضرتك. خليك في الاسنان لو سمحت. ما انا بستعمل سكاكين معجون مصغره لو سمحت يا دكتور. انت متخيل ان انا بعالج الاسنان بايه؟ طب انا هجيلك، احنا اتفقنا بعد رمضان. طبعا طبعا. هي عباره زي هنحط الطبقه اللي احنا عايزينها. انا بصراحه بحب الكريمه وهم وصوني ان انا اكتر الكريمه. مين هم اللي وصوني؟ دكتور واستاذ كرم. دكتور واستاذ كرم انا ما وصيتكش بجد عشان قدام الناس يعني. بخاف من الحلو، الحلو بيحدق في بقي. رجليا مش قادره تشيلني. معلش معلش استحملي. تمام استحملي. حطينا اول طبقه، هنجيب بعد كده الطبقه الثانيه ونحطها
هيا الله جميل حلو كده. نروح برضو شايلينها تاني نحط تاني حاطين هنا طبقة كبيرة فوق هون ما شاء الله. نفرد واحدة واحدة وفي الجنب في الجنب عايزين نجرنش هنجرنش اهو دلوقتي. الله ده انت فاهم بقى يا ثروت خبير تعود متهور ايه نفرد تعود. الكريمة واحدة واحدة كده نجرنش. بقول بقى نجيب طبق ليه صغير او نفس مقاس الكيكة بتاعتنا بحيث ان احنا بنلف كده تمام تساعدنا تبقى سهلة في الفرد اهون اهون كده. بعد ما نخلص المرحلة دي لازم تتساف في التلاجة شوية عشان الكريمة تشد وتمسك نفسها لان احنا مطلعينها طبعا في التلاج من التلاجة والحرارة فبتسيح الكريمة. هتتساب قد ايه 5 ساعات مثلا؟ لا تتساب بقى ساعة مثلا ساعة بس الكريمة تشد. ما دي بعد الفطار بقى يا ثروت. ايوه بعد ما نصلي العشاء كده ونتجمع كلنا ما شاء الله. يا عم ثروت انت نقعد نقطعها وتتفرج علينا واحنا بنقطعها. لا انا بس بشوف المواعيد مواعيد يا عم ثروت بس المواعيد انت اللي بتحسبها. طيب احنا ممكن بعد ما نسيبها في التلاجة نطلعها نحط طبقة كريمة تاني بعد الطبقة اللي احنا حطيناها اهون واحدة واحدة كده اهون. طيب نطلع فاصل عقبال ما نسيبها في التلاجة شوية وهوريكوا هنعمل ايه صغير خالص. احنا رجال العمارة كل شوية بنعمل غارة جوه المطبخ كله بيطبخ الموضوع محتاج للدارة محتاج للدارة. رجعنا من الفاصل وطلعنا التورتايه بتاعتنا من التلاجة بعد ما شدت الكريمة عليها وحطينا دي عجينة ملفيه احنا مكسرينها في البيت كويس. ممكن نحط لوز متقشر بس اهم حاجة يكون متحمص في الفرن تمام. المتاح ممكن نحطه مفيش ممكن نحط الشوكولاتة المبشورة اهم حاجة نتصرف ونعمل احلى تورتايه في البيت تمام. احنا دلوقتي حطينا اهو خلاص ممكن نخليها هنا تمام. وانا حاطط الكريمة في التلاجة لا في الفريزر حطيناها في الفريزر. شيف حسام بقى يعني مش مع يا دكتور انت كل شويه تطلعها فوق ما انا ما بحطها تشيلها من مكانها. طيب انا جايب كيس حلواني وجايب بلبله من تحت وهنعمل كده يا سيدي كده على الاحراف طبعا الشكل اللي احنا عايزينه ايه يا ساره جاي يبص ولا ايه ثروت ايه يا ثروت؟ ثروت عجبتني عجبتني اسمها اعجبتني. السلام عليك يا دكتور ناجح. طبعا كل ما نسيب الكريمه في التلاجة اكتر كل ما تشد اكتر تمام. هنحط في النص شوكولاته مبشوره عارفها عارفها 70% من المرضى اللي بيقولي بسبب الشوكولاته. حلوه الشوكولاته بس وحش على اسنانهم مرضى امراض الحساسيه الاسنان تمام. هنحط بس الكريز تحطوا بس الكريز يعني ما تيجي يا دكتور تشوف. انا خايف عم ابراهيم يشوفني من الشباك يقول لي بتاكل حلويات ومنعني. يلا الله الله لسه ما تدوق بعد الفطار بعد صلاة العشاء إن شاء الله. حاضر نفطر الفطار صلي العشاء ونقعد نفطر طيب. مع بعض. طيب حاجة بس في النص كده احنا بنجرنش احنا بن 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 مين؟ بنجرنش بنجرنش. طيب في طبق ذهبي بس ورا هاته بسرعة. طبق ذهبي اهو ده شكل التورتاية اهو بمكونات بسيطة جدا عملنا احلى تورتاية في البيت اهو تمام. امسك جامد جامد. لا اوعى اوعى فضي لي بقى الحته دي كده عشان نحط التورتايه في لحظات. هتشد ولا ها ها ايوه في لحظات. طيب كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. عملنا التورتايه في البيت بمكونات بسيطه جدا. اهم حاجه نمشي على الخطوات اللي احنا قلناها تعملوا احلى تورتايه ان شاء الله. اشوفكم في حلقة جديدة مع أكلة جديدة. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. مرسي مرسي مرسي. شكرا يا دكتور. احنا رجالة العمارة كل شوية بنعمل غارة هو المطبخ كله بيطبخ الموضوع محتاج لإدارة محتاج لإدارة.